جديد الموقف المصري بشأن غزة، كان في اجتماع رباعي في القاهرة في الطرف المصري والطرف القطري والإسرائيلي والأمريكي، والاجتماع انتهى من وقت قريب من الساعات الأخيرة دي، وما حدش اتكلم عن نتيجة. النتيجة هنشوفها، هنشوف السلوك، هنشوف هيعملوا ايه الإسرائيليين في قطاع غزة النهاردة، هتشوف إذا كان في فشل في المفاوضات هيشدوا حيلهم طبعا وهيقصفوا وهيضغطوا وهيستخدموا المدنيين وقصف المدنيين لإيلام المقاومة، لأنه بيقصف مدني بينما المقاوم يعني بيألم لأهله، وده بيسبب ضغط كبير على المقاومة. تفاصيل عندنا كانت قبل انتهاء الاجتماع، ولكن من المعلوم أن شارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية اللي هو عباس كامل، و المدير العام لوكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد إسرائيلي يضم رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام الداخلي الشباك رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في جيش الاحتلال لواء احتياط نيتسان آلون. وقالوا أن عبد الفتاح السيسي كمان انضم لهذا الاجتماع في إحدى مراحله. مصدر مصري قال في تصريح للعربي الجديد أنه يمكن القول أن كل السيناريوهات المطروحة حاليا على طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن الوفد الإسرائيلي جاء وناوي يجتاح رفح إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس، وكشف عن أن الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار والتوافق من شأنه في شأنه ضمن عتبات الاتفاق الرئيسية يعد جوهر الخلاف الأساسي. القصة وما فيها أن حماس والمقاومة عايزين وقف لإطلاق النار، عايزين هدنة مستدامة، وإسرائيل بتقول لا، هدنة مؤقتة ووقف مؤقت لإطلاق النار.